حياته. ماشي. الصورة اللي بعدها. ميل. قصة حب معلنة بين عمرو دياب ودينا الشربيني وتامر حبيب معلقا غصب عنهم. كان في مشروع مسلسل بيجمعهم هما الاثنين، وبعد الانفصال المشروع ده مكملش. ايه الحقيقة بقى؟ ده حقيقي، كنت انا هكتب المشروع ده، بس انا عايز اقولك حاجة. انا بعيدا عن دينا، انا حصل اتفاق بيني وبين عمرو دياب، انا يعني انا اتفقت على 3 مشاريع ان عمرو هيمثلهم، والتلاتة ما تموش، والتلاتة كانوا مع طارق العريان. لظروف ان عمرو ممكن بعدها يتشغل، يبقى سخنان على انه يعمل ده وبعد كده يغير رايه. خطوة التمثيل اصلا؟ لا، ما عمرو خدها قبل كده. لا بس دلوقتي هو عمرو عنده حسابات، ودايما يعني عمرو، انا قلت ده قبل كده وهفضل اقوله، ان عمرو من عمرو دياب من اذكى الفنانين اللي شفتهم بيتعاملوا مع موهبتهم. الراجل ده انا بجد بقعد معاه بتعلم منه دروس في الحياه، لان عمرو مشوار مدرسة. يعني ده الراجل بسم الله ما شاء الله طلع ما نزلش، ويا رب ما ينزل ابدا. اللهم امين. فعمرو عنده خبرته وعنده حساباته لنفسه اللي مخلياه رقم واحد، وعمره ما كان رقم اتنين، ومش هيبقى رقم اتنين ان شاء الله. الوحيد اللي الحمد لله المهرجانات وكل اللي حصل ده ما اثرتش عليه اصلا. بصي، اتنين، انا قلت الكلام ده برضو قبل كده، اتنين هما ظاهرتين في تاريخ الفن المصري كله، والاتنين بحرف العين، واحد اسمه عادل امام، واحد اسمه عمرو دياب. الله. الاثنين دول طلعوا ما نزلوش ومش هينزل. الحمد لله. بعد انفصالهم كلمت مع مين الاول؟ عمرو ولا دينا؟ مش فاكر مين الاول، كنت بتكلم مع الاثنين في نفس الوقت، والاثنين صحابي بنفس الدرجه بنفس الوقت، ومحدش فيهم زعل ان انا ببقى مع التاني. ويعني هم بعد انفصالهم، على فكره هو انفصالهم حصل بطريقه متحضره ومحترمه ولطيفه جدا. بدليل حاضر؟ ان عمرو لسه طبعا حصل بطريقه متحضره. عامله ازاي يعني؟ يعني قصدي مع اتفقوا يكملوا اصحاب، ما حصلش بان هم مثلا حد فيهم، لا عمرو غلط في دينا قدامي، ده بجد والله العظيم عمره ما عمرو غلط في دينا قدامي، ولا عمرو دينا غلطت في عمرو قدامي. لسه هو دينا بعزيها قدام الناس كلها، لسه والدها متوفي، عمرو كتب لها عزاء على تويتر وكل حاجه، فالعلاقه محترمه. الناس برضو اللي بتيجي، وحياه ربنا في ناس بيوصل بيهم درجه المرض ان هم بيعتقدوا ان هم بيكتبوا حوار، ففي ناس دول ربنا بقى رزقنا بيهم قفات زي الدبان. ايه لازمه الدبان في حياتك؟ او حاجه تقعدي تهشيها كده وخلاص، وتزعجك وتزن في ودنك وتضايقك،